إقليم كردستان خاصة المدينة السليمانية ومدينة أربيل وحتى مدينة دهوك يعتمد على صادرات من الإيران تقريبا 50 إلى 60%. هذا القرار الجديد الشائعات اللي ما أنا سامع به يعني يأثر على السوق طبعا، يأثر على المواطن بالدرجة الأولى، يأثر على المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة اللي يستعملون ويستهلكون البضائع أسعارها الرخيصة. لازم الحكومة العراقية أولا يعني مسألة الحدود ومنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، وحكومة إقليم كردستان عندهم بدائل لهذا مشكلة. احنا كمواطنين اهل السليمانية احنا نخاف هذا القرار الذي صارت امريكا على ايران، واحنا نخاف لانه اكثرية البضائع تجي للايران على اقليم كردستان، واحنا نخاف على هذا القرار ويزيد الاسعار التي مثل تمنوا شكروا وهذا البضائع.